the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands. جميعنا تابعنا المسلسل التاريخي الإيراني يوسف الصديق، خاصة وأن المسلسل أثار ضجة كبيرة أثناء عرضه لأول مرة عام 2008. في مقطع الفيديو هذا دعونا نتعرف على ديانات بعض من نجوم مسلسل يوسف الصديق وحياتهم الحقيقية، لكن لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الممثلة الإيرانية المعتزلة كتايون رياحي هي من مواليد عام 1961. اشتهرت بدور زليخة زوجة عزيزة مصر. بدأت مسيرتها الفنية عام 1987، وأعلنت في سنة 2010 اعتزالها التمثيل نهائيا. هي مسلمة الديانة شيعية المذهب. يعتبر الممثل الإيراني عباس أميري من أفضل الممثلين في إيران. هو من مواليد عام 1943. اشتهر في مسلسل يوسف الصديق بدور الكاهن الأعظم أليخماهو، وهو مسلم الديانة سني المذهب. توفي عام 2011 في حادث سير خطير رحمه الله. الممثل الإيراني سيروس كوهوريج ناجاد هو من مواليد عام 1963. بدأ مشواره الفني عام 1985. اشتهر كثيرا بدور ميمي سابو، وهو مسلم الديانة. الممثل الإيراني الشهير جعفر دهقان هو من مواليد عام 1960. بدأ نشاطه في الفن عام 1975. تميز واشتهر كثيرا في المسلسلات التاريخية الدينية، واشتهر أكثر بدور بوتيفار عزيز مصر. هو مسلم الديانة شيعي المذهب. الممثلة الإيرانية إلهام حميدي هي من مواليد عام 1977. بدأت إلهام حميدي التمثيل منذ كانت في السابعة من عمرها بأدوار صغيرة، حتى اشتهرت بدور أسينات زوجة النبي يوسف. هي مسلمة الديانة شيعية المذهب. الممثل الإيراني الوسيم مصطفى زماني هو من مواليد عام 1982. يعتبر مسلسل يوسف الصديق هو أول عمل له في المجال الفني. يعتقد الكثيرون أن النجم مصطفى زماني متوفي، إلى أن الفنان على قيد الحياة، وكان آخر عمل له هو مسلسل كارجدان عام 2020. انتشرت شائعة تقول أن مصطفى زماني هو مسيحي الديانة، إلى أن الأغلب هو مسلم الديانة. الممثل الإيراني رحيم نوروزي هو من مواليد عام 1968. بدأ نشاطه في الفن عام 1996. حقق له دور أخناتون في مسلسل يوسف الصديق شهرة كبيرة، وهو مسلم الديانة شيعي المذهب. الممثلة الإيرانية الجميلة ليلا بلوكات هي من مواليد عام 1983. بدأت مسيرتها الفنية عام 1999، وبرزت بدور نفرتيتي زوجة أخناتون. هي مسلمة الديانة سنية المذهب، وهي تعيش حاليا في أبو ظبي. الممثل الإيراني محمد جواد طاهري هو من مواليد عام 1970. بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1986. حقق له دور مالك بن زعر شهرة كبيرة خاصة في الوطن العربي، وهو مسلم الديانة سني المذهب. الكاتب والمخرج والممثل الإيراني إسماعيل سلطانيان هو من مواليد عام 1954. بدأ مسيرته الفنية في المسرح منذ عام 1960، وشارك في الكثير من الأعمال التاريخية، كان أشهرها يوسف الصديق بدور الكاهن كيموني.
هو مسلم الديانة شيعي المذهب. الكاتب والممثل الإيراني محمود باكنيت هو من مواليد سنة 1952. بدأ نشاطه في التمثيل عام 1969. اشتهر لدى الوطن العربي بدور نبي الله يعقوب عليه السلام، وهو مسلم الديانة شيعي المذهب. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.